طبعا ده بقى لازم يتحاسب، لان هو ممكن يعك من صفو الدنيا كلها. احتسب ياسر عبد الرؤوف الهدف برجل عامر رمضان في مرماه في الدقيقة كام بقى؟ والله ما شفت الدقيقة كام، شوفونا الدقيقة كام من الشوط الثاني، في الدقيقة كام يصفر ياسر عبد الرؤوف هدف التعادل في الدقيقة 9 من الشوط الثاني، في الدقيقة 9 من الشوط الثاني يتعادل النادي الأهلي مع غزل المحلة بهدف سبحانك يا ربي، وكأن القدر مستخسر ان الناس تفرح. ماتش حلو وماتش جميل، تقوم تيجي كرة معقربة ما يشوفهاش اللي في المدرج ولا احنا كنا شايفينها، انما ياسر عبد الرؤوف طبعا هيطلع و مطاردة كده. سبحانك يا مصر، سبحان الله، سبحان الله، انما في ناس عاقله برضو وكلهم صبيه،